بداية الشتاء يعني فعليا اليوم كأرصاديا احنا في الأرصاد ندرس حال حركة الشمس الظاهرية. طبعا المصدر الأول للطاقة على الكرة الأرضية هي الشمس، فإحنا لازم عشان نتنبأ بالأجواء لازم نعرف حركة الشمس وإحنا فين موقعنا من الشمس. عشان كده نهتم بالانقلاب الشتوي، الانقلاب الصيفي، الاعتدال الخريفي، الاعتدال زي كده. طيب ايش المقصود اليوم بالانقلاب الشتوي؟ الانقلاب الشتوي اليوم الشمس تتعامد على مدار الجدي، طبعا مدار الجدي مدار السرطان وخط الاستواء خطوط وهميه وضعوها العلماء عشان ايش؟ نقارب يعني للمشاهد او للدارس كيف وضع الارض. اليوم مدار الجدي يبعد عن مدار او خط الاستواء 23 درجه، طبعا خط الاستواء يمر في منتصف الكره الارضيه. تمام، والشمس تتعامد عليه مرتين في الدول اللي تقع على خط الاستواء دائما تكون حاره ورطبه ومناخها يعني متساوي، في الصيف في الشتاء ما يتغير. لكن اللي تقع على مدار الجدي ومدار السرطان وطبعا المدار القطب الشمالي والقطب الجنوبي هي اللي يختلف عليها. احنا دحين الشمس تتعامد على مدار الجدي جنوب خط الاستواء 23 درجه، فتكون الشمس اقرب ما تكون الى مدار الجدي وبعد ما تكون عننا، عشان كده احنا نحس بالشتاء. تمام، لانه الكره الارضيه مايله بمحور 23 درجه زي ما احنا فاهمين. فهذا تحس النهار دحين يصير قصير بالنسبه لنا في نصف الكره الشمالي، لكن على العكس يكون طويل في نصف الكره الجنوبي. احنا عندنا شتاء في نصف الكره الشمالي، هم عندهم صيف في نصف الكره الجنوبي. طيب لو تكلمنا عن الفتره القادمه خلال اليومين وخلال كمان الاسبوع اللي جاي، كيف حاله الطقس؟ حتكون برد ولا ان شاء الله شوي؟ يعني صادف هذه الايام يعني اجواء معتدله، يمكن بكره وبعده حتدفى الاجواء، ترتفع درجات الحراره خلال النهار توصل تقريبا 24 درجه، اليوم وامس كانت 19 درجه، حنتفى شويه. لكن ابتداء كل المناطق استاذ عادل ولا مناطق؟ تقريبا كل المناطق، بس بدايه من السبت دخول كتله هوائيه بارده تنزل يعني درجات الحراره 10 درجات متوقع، ممكن مدن شمال المملكه تلامس الصفر المئوي. يعني من يوم السبت الجاي جهزوا حالكم يا جماعه الخير، بدايه الشتاء الفروه والدفايات، لانه في كتله هوائيه بارده. وش حينتج عن هذه الكتله؟ والله احتماليه، يعني طبعا الكتله الهوائيه البارده تهيئ الظروف والعناصر الجويه عشان تساقط الثلوج على مناطق شمال المملكه، خاصه في تبوك، جبل اللوز والمناطق هذه. يعني عشان ينزل الثلج لازم تكون درجات الحراره على سطح الارض الصفر او فوق الصفر يعني او تحت الصفر، عشان لما ننزل ما يذوب. تمام، فهذه الكتله تهيئ الظروف انه تتساقط الثلوج ان شاء الله في اي منخفض تالي قادم ان شاء الله. طب الاشخاص اللي تبغى تسوي سياحه وتشوف الثلوج، متى ممكن تحدد الوقت المناسب انها تكون متواجده في جبل اللوز عشان تستمتع به؟ لا ما شاء الله، هواة الطقس هذول بيتابعوا معانا اول باول ومعروف، واحنا بنصدر تقارير في المركز الوطني للارصاد، يعني بنرسل التقارير ومتى هطول الثلوج واي ساعه وكم كميتها وفين المناطق اللي تتاثر فيها. فيتابع الارصاد بحيث انه يضبط الرحله على نفس المواعيد اللي حيكون فيها. نعم ما شاء الله، هم كل سنه بيكونوا معانا واحنا بنكون معاهم اول باول ونعطيهم المعلومات. جميل، طيب هذا بالنسبه للثلوج ساره، لكن بالنسبه للامطار، هل في امطار ان شاء الله متوقعه الفتره الماضيه؟ طبعا اذا في ثلوج ما في امطار. هذه خاصه في الشمال خلينا نقول، لكن في المناطق اللي عندنا مثلا الرياض، حائل، القصيم، احتماليه امطار، لكن مع دخول الهواء البارد يعني يكون الهواء البارد اثقل من الهواء الموجود حاليا خلينا نقول الدافئ او المعتدل، فتلاقيه يجي بسرعه ويسوي لك موجه غباريه، يعني قد نتاثر بعواصف ترابيه خلال دخول الهواء البارد. ايضا في البحر يعني يكون مره قوي، الرياح تكون قويه تساعد في تقلب البحر وتصير امواج عاليه خاصه في وسط البحر. يعني احنا يعني نقول للاخوه الصيادين خذوا حذركم ايام تكون في دخول هواء بارد، لانه تكون في موجه بايته او موجه متقلبه، هم يعرفوها يعني بهذه الاسماء.